حلو. السلطه بتاعتنا نعملها مع بعض بسيطه وسهله. طماطم معانا، بسم الله الرحمن الرحيم. وتعالوا شوفوا هنعملها مع بعض ازاي بسرعه. بس قبل ما اعملها خلينا نجهز الايه، الفلفل الحار بتاعها. السلطه دي بعملها بكذا طريقه، بس انا هعملها النهارده بطريقه مبتكره اللي هي الطماطم المخلله، تقعد عندك اسبوع في الثلاجه تاكل منها. حلو. هنعمل ايه؟ ناخد الفلفل الحار ده كده، ما يكونش فيه بذر، خلي بالك ما يبقاش حار قوي علشان الكل ياكل منها. كمان واحد. هعمل طماطم مخلله على طريقتي. معانا شويه شبت صغيرين، شويه كزبره خضراء مش بقدونس، كزبره خضراء مش بقدونس. هنا حلو. عود روزماري. حلو. روزماري البلدي ده لقيته عند الراجل العطار، بجيبه على طول، الاقيه اجيبه وانا مغمض، سواء انا عندي مطبخ ولا ما عنديش مطبخ. خش في كل حاجه بقى، مكرونه، روزماري، هتعملي فخده ضاني حلوه، ربنا يزيدك، تعملي دجاج روستو. وانا خلصت. ده اللي انت بقى ايه شاطر تقوله لي. تلات دقايق على الختام ونخلص، ما تدينيش فرصة. حلو الكلام. هنعمل ايه يا عم الشيف تاني؟ هنعمل حاجة لطيفة قوي. توم. ننزل بينا كده، ده توم طازة. حلو، مش هحط التوابل دلوقتي. هنضرب دول مع بعض. علي الطحينة. بس خلاص. زيت زيتون. دي طريقتي. خلي بالك هتعجبك قوي. اكتب التفاصيل الصغيره دي، ممكن الطحينه مش موجوده في المقادير. معلقه طحينه، زيت زيتون، توم، بقدونس، كزبره، شبت، فلفل حار. وكل ده يا عم الشيف هينضرب مع بعض. وهنقطع الطماطم عليه. بس خلاص، لازم كله يمتحن ميكس زي كده. نجيب البوله بتاعتنا وننزل بهم كده هنا. الله، ايه الحلاوه دي؟ شفت الخلطه؟ بص عليها. لا اجيب لي التفاصيل دي كلها. الفرمه دي لازم تكون بالشكل ده كده. حلو قوي. هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد الطماطم دي كلها اللي عندي اهي، والتقطيعه دي كده، اقماع في قلب الخلطه. والله طبق السلطه ده يقعد عندك اسبوع في الثلاجه على مسؤوليتي انا. كل القصه دلوقتي احط عليها شويه خل عشان عمليه التخليل تتم. لو قعد فتره طويله مفيش مشكله. تاكل الفص الطماطم من ده والرغيف مع البصاره من اللي قدامنا دي كده. ولو ما انتش عايز البصاره تخلص بسرعه ما تحطيش جنبها الطماطم دي. ليه؟ عشان اللي هياكل من الطماطم دي هيخلص على البصاره. دايما كده الواحد لما بتكون نفسه قافله يقول لك عايز حاجه تحرمش. قرن فلفل حار، خير مخلل، طماطم زي اللي انا عاملها دي كده. كفايه؟ حاضر يا غالي، عينيا كفايه. عشان نغرفها. نقلبها مع بعض بسرعه. اللهم صل على النبي. الله الله على الطعم. شفت الطماطم؟ عايزاها تحلو حطها في التلاجة. طبق التقديم بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مكانها جنب الكبدة. جنب الكبدة. الخس البلد الحلو بتاعنا ده كده اللي معانا. نشتريه اهو. مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع يبقى موجود عندك. وننزل بالكبدة بالطماطم بتاعتنا. كبدة واخدة عينيا. ايه رايكم في السلطه دي بالامانه؟ عدل الاكل ده ولا لا؟ والمطبخ النهارده مطبخ مصري من المطبخ الصعيدي، واهل الصعيد الناس الطيبين، واخد الطعم المصري الاصيل بطعم الملوخيه الناشفه الشلولو
اكله البصاره الجميله الحلوه اللي واخده الشعار المصري، سندوتشات الكبده الاسكندراني اللي بنوجه لكل الاسكندرانيه تحيه كبيره من هنا من مزبيرو،